الهلال كامل، يعتبر هو اللي أسس الجورنال ده معايا. وبلاد ايه في الحالة دي؟ ممكن اخرج مع اصحابي النهاردة؟ غدا كامل حاضر على المتهمة. لما ماما ترجع بقولها. يعني انت لو ما نزلتيش مع هلال مش هتشتغلي؟ استاذ هلال مزودها اول مرة دي. لو مش عايز الجورنال يتقفل بلاش. انا بجد انا مبسوطة قوي اني هشتغل مع قامة صحفية كبيرة زي حضرتك. انا عارف ان مقالاتي بتضايق ناس كتير، بس انا متعود اقول الحقيقة، هما متعودين يكذبوا. سلام يا هلال. سلام يا فؤاد. زيزو زيزو كنتش اعرف ان عيد ميلادك هيتقلب بسرعه كده. ما انت عارف انا ما بحبش اليوم ده اصلا. ليه بقى؟ اصلي بكون فيه لوحدي، امك فجاه يظهر لها حاجه تشغلها، خالك عماد الظاهر يسيني. بس سيبك، انت عندي اهم منهم كلهم. يلا روح نفوت. حاضر. ايه ده؟ رواية بخط الايد؟ لقد قررت ان اكتب مذكراتي بعد فترة من التفكير. هذه المذكرات تحتوي على اسرار وخبايا لا يعلمها احد غيري، وانا اعلم مدى خطورة هذه المذكرات، لذلك لن أذكر الأسماء الحقيقية لأبطال الأحداث التي مررت بها، وسأرمز لأسمائهم بالحروف الأولى فقط. وإني أعلم أن من سيقرأها لن يستطيع أن يفسر ما بداخلها بسهولة، ولكني أؤمن أن بعض الإشارات الصغيرة ترشد صاحبها على الطريق الصحيح. ولكي تعرف مفتاح سر الكتاب عليك أن تبدأ بفتح غلافه. أمضاء مريم رياض. مريم رياض. Thank you.
لما بدأ الخطر يقرب مني لدرجة انه مقتحموا شقته وفتشوا فيها وقتها انا هلو ايه يا ابني في ايه؟ انت عايز تجيب اجلي؟ ليه قاله بس كده ده انا بحبك. انت ايه اللي مصحيك بدري كده؟ بدري ايه؟ الساعة داخلة على 11. 11؟ انا عايزك في حاجة. استنى ده اوتوغراف. اوتوغراف بخط مريم رياض. الجو قديم قوي يعني. دلوقتي بقى ممكن تبعت مسج على انستجرام للنجم اللي انت عايزه ولو رد عليك تعملها سكرين شوت وتتنطط بيه على اصحابك كمان. طيب ابحث لي عن مذكرات مريم رياض. مذكرات مريم رياض؟ لا مفيش اي حاجه عنها. طب ارجع لصفحه الاوتوغراف. عاشك بقى تطبع لي الاوتوغراف ده وتنزل لي كل الاخبار والفيديوهات اللي نزلت عن مريم رياض. ايه ده؟ ده حب قديم ده ولا ايه؟ قديم ايه؟ دي ماتت بقالها سنين. ايه برضه مقفول؟ ايوه انا بدات اقلق. عمر هلال متاخر كده. انا خايف لا يكون اللي ببالي حصل. اللي هو ايه؟ هو في ايه؟ امبارح ما رحت له البيت عشان عيد ميلاده وجم اللي بالي بالك وخدوه. هما مين دول؟ استاذ دراس ده موبايلي. انا عارف ان هو موبايلك. لازم نخلي بالنا. المراقبه عندهم اتطورت قوي بقى منها للساتلايت على طول. لا أنا مش فاهمة أي حاجة خالص من اللي بتقوله. أنت بتكلمني أنا؟ وبكلمك أنت، أمال بكلم أمي. خلي بالك يا نهى لازم تتعلمي لغة الشفايف. أنت دلوقتي كصحفية هم سامعينك في أي وقت وفي أي حتة، فهمتي؟ هما مين دول؟ ادخل. صباح الخير يا فندم. صباح الخير. الف 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 مبروك يا فندم الترقيه. مبروك يا ست اللواء. الف مبروك يا فندم. الله يبارك فيك يا رؤوف ومبروك وجودك معانا. الله يبارك فيك يا فندم. والله انا من مده طويله وانا عايز اسيب الاداب واجي هنا. يا راجل حد يسيب الاداب؟ حتى ريحتها حلوه. كتر خيرك يا فندم. والله انا متحمس جدا للشغل هنا الحقيقه. لازم تكون متحمس. البلد الفتره دي بتمر بظروف صعبه. تفجيرات في اكتر من مكان والايام الجايه صعبه قوي. احنا ما نروحش بيوتنا عشان كده عاوزك تشد حيلك معانا. كان الله في العون يا فندم. طبعا مع حضرتك بس ايه؟ اصلا انا يا فندم انا كنت جاي اقدم على اجازه. اجازه؟ هو انت اشتغلت عشان تطلب اجازه؟ اجازه جواز يا فندم. هو انت لسه ما اتجوزتش؟ لما ربنا أذن بقى يا فندم. لا إن شاء الله ربنا يأذن بس أجلها عشان خاطر البلد. تمام يا فندم تحت أمر سيادتك. بعد إذنك. رؤوف. أي فندم.
خد الملف ده. ده ملف الصحفي هلال كامل، صحفي مش سهل، اي مقاله منه تقلب البلد. هو شغال في جريده مشكوك في تمويلها، بس هلال كامل صحفي نظيف، عشان كده كنت عايزه يكون عيننا هناك وهو رفض. عاوزك تدرس ملفه كويس. مفهوم يا فندم، تحت امر سعادتك، بعد اذن جنابك. تفضل. تفضل فندم. انا بنتي محبوسه في قضيه غريمات، اشتريت جهاز لبنتها عشان تجوزها ومضت شيكات على نفسها وما قدرتش تسددها. يا حاجه النوع ده من القضايا انا مش بقبله، شوفي محامي صغير. معلش يا بنتي، الهي يبارك لك، الهي ما تتحط في ضيقه ابدا. انت عارفه اتعابي ممكن تبقى كام؟ يا بنتي انا جيت لك لما شفتك في التلفزيون كنت بتقول انك بتدافع عن اي حد ظروفه على قده ومن غير اتعاب. اه طب ثواني. ده موقف تحطيني فيه؟ والله ما كنت عارف عايزاكي في ايه. طب اتصرف. حاضر. الو. ايوه يا سيد، امتى حصل ده؟ انا اسف يا ماما، معلش الاستاذه مستعجله عندها قضيه لازم تلحقها. سيب لنا تليفونك وان شاء الله اول ما تفضى هتكلمك على طول. ايوه فعلا دي روايتي، انا كتبتها الحقيقه من سنين وكانت هتصور فيلم بس ما حصلش نصيب. مين اللي كان هيعمل بطوله الفيلم؟ مريم رياض الله يرحمها، بس للاسف ما كملتش. انت تعرف مريم رياض شخصيا؟ هي كلمتني مرة عشان أروح أشرب فنجان قهوة عندها في البيت وكانت معجبة جدا بالرواية. أنا هتجنن وأعمل دور البطلة اللي في الرواية، من ساعة ما قريتها وأنا عمالة أتخيل كل كلامها وأفعالها، وكمان عجبني جدا الألغاز اللي بتظهر لها في رحلتها وطريقة فكها للرموز. بسيطة خالص، أول ما يبقى في منتج ونمضي معاه أنا هبدأ فورا أحولها لسيناريو حوار. طب ومشروع الفيلم ما كملش ليه؟ للأسف مفيش منتج اتحمس انه ينتج لمريم الله يرحمها، لأنه في آخر أيامها أفلامها ما كانتش بتحقق إيرادات. أنت مهتم قوي بالموضوع ده ليه؟ لا أصل أنا بكتب مقال عن مريم، يعني ممكن آخد نسخة من الرواية. ما أنت معاك نسخة أهي؟ لا أصل دي ورقة مقطع ومبقع وحاجة كده، مش عارف أقرأ كويس يعني. بسيطة خالص، أدي لك نسخة وأكتب لك كمان عليها إهداء. شكرا. استاذ هلال ازيك؟ ازيك انت نهم؟ انت كنت فين؟ خضتنا عليك حمد. كنت فين كل ده يا هلال؟ فين وليد بتاع الارشيف؟ موجود. عايزه ليه؟ عايزه يجهز لي كل اللي كتب عن مريم رياض. مريم رياض؟ وانت ايه علاقتك بمريم رياض؟ وانت كنت تعرفها؟ لا يعني اتقابلنا كم مره كده. ايوه بس دي واحده انتحرت من 8 سنين، ايه اللي فكرك بيها؟ مين قال لك انها انتحرت؟ جرايه هلال، ما كل الشهود والتحقيقات اكدوا انها كانت حادثه انتحار، وبعدين انت ايه اللي يخليك تنخرب ولا موضوع اتقفل من زمان؟ ايه ده؟ مش فاهم. على ما اشرب قهوتي وافهم هبقى فاهمك انا. مش هتقدر تكسرني، احتياجي ليكوا مش مقدرني، اب وام مش معايا يبقى الظهر ده مش ورايا، مهما حاولت ان اغير برضو باخد على قفايا، نظام غريب وفاشل مطفش اي حاجه، فصصكوا حته حته وسبعه اقولكوا في التلاجه، بس انت لو تركز ازاي ايدك تغير هتلاقي الفعل سهل كده والفكره في الاراده. جدي في مره قال لي لو تتعب لازم تنول، اجري بجد واحلم ما تركزش انك تقول، حتى ربك قال لكل مجتهد النصيب احمد ربك على النعمه اوعى منك تسول. الفكرة انك ممكن تبقى كاره فكرة او حدث باصص لكل الناس وحاسس ان كل ده عبس. ايه يا عم انت في ايه؟ انت بتوقف البروفا ليه؟ بس 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 يا شرطة. في ايه يا استاذ شريف؟ زيزو، الحفلة اللي فاتت حصل لنا مشاكل كتير بسبب كلمات اغانيكم، وانت وعدتني للحفلة دي كلمات اغانيكم مش هيبقى ليها علاقة بالسياسة خالص. احنا بنقدم حاجة ليها علاقة بينا وبجيلنا. زيزو انتوا موهوبين وانا عارف ده،
غنوا حاجه ما تعملناش مشكله. والحفله اللي فاتت الحمد لله اللي هي عدت بالعافيه. وانت فاكر المشاكل اللي حصلت المره اللي فاتت ومش فاكر ان الناس كانت مبسوطه بينا؟ مش موضوعي. اتصرف يا زيزو. اتصرف اعمل ايه؟ الحفله بكره، مفيش وقت. وبعدين الناس اللي دافعه فلوس وجايه تحضر حفلتنا دي جايين عشان المزيكا بتاعتنا مختلفه، سيبونا بقى مننا ليهم. خلاص اعتبر الحفله اتلغت، مفيش حفله يا جماعه. ايه يا جماعه في ايه؟ احنا هنسيب استاذ مصطفى فهمي ده يلغي لنا الحفله؟ نفس الخط اللي ممضي بيه الاوتوغراف هو اللي مكتوب بيه الصفحات دي. طب روح لشغلك انت يا سعد. بعد اذنك. اتفضل. ومين قال لك بقى ان اللي مكتوب في الكتاب ده حقيقي؟ في بلاوي باسامي ناس. الموضوع اكبر من قضيه قتل مريم. ايه؟ قضيه؟ خلاص خليت قضيه قتل؟ هلال احنا مش ناقصين مشاكل يا اخويا. ما تيجي اعزمك على الغدا. شغل بروجيكتور. خلاص تربست. بشوف اخرتها معاك. استنى يا دراز، هو ده الطبيب النفسي بتاع مريم رياض، لازم اوصله. هو ده الصندوق الاسود بتاع مريم. هلال لا كده انت كبرت الموضوع قوي. بقول لك ايه، انا مش عايزك تعيش نفسك في الاوهام دي، خلينا مركزين في شغلنا احسن. ده خيط ممكن يوصلنا لحاجه. والله لو وصلت هكمل، ما وصلتش اديني يعني يكفيني شرف المحاوله. انت تعرف الكاتب الصحفي اللي كتب الخبر ده؟ ياسر الزهران؟ لا ما اعرفوش، بس اعرف رسام الكاريكاتير بتاع الجريده اللي هو شغال فيها. طيب ما تكلمه يمكن يقدر يدلنا على حاجه. ماشي. الو. ايوه عمران. ايوه دراز معاك، وحشني. فين ايام زمان وحلاوه ايام زمان؟ ايام زمان ايه؟ انت هتستعيد ذكرياتك مع عمران دلوقتي؟ خليه يقول لنا فين الصحفي. ايه يا عمران، بقول لك في صحفي شغال معاك واسمه ياسر زهران. لا حول ولا قوه الا بالله، توفى في حادثه السنه اللي فاتت الله يرحمه. طبعا عمران هبقى اكلمك تاني. سلام. يبقى مفيش قدامي غير ميم ميم. الو. ايوه يا بابا، انت ليه قافل تليفونك طول اليوم؟ معلش يا حبيبي، اصله كان فاصل شحن. انا عايز اشوفك حالا. في حاجه حصلت ولا ايه؟ لما اشوفك بقى هبقى اقول لك، اصل زار التليفون هيفصل تاني. طيب انا هتحرك حالا واجي لك على الجورنال. ماشي، مع السلامة. كلامك ده بيقلقني. ما هو لو ما قلقتش تبقى كارثه. بنتك متهمه في جريمه قتل. بس هي ما كانش قصدها، ده قتل خطا. الكلام ده لو ما فيش شهود شافوها واكدوا انها ركبت عربيتها وموتت الراجل بتعمد. بس انا مش عايزاك تقلق خالص، عايزاك تطمن. اطمن ازاي بعد كل اللي قلتيه ده؟ اصل انا قلت وجهه نظرك وجهه نظر القانون، انما وجهه نظري انا كمحاميه حاجه تانية خالص. اللي هي ايه؟ لا اللي هي ايه دي هتدفع اتعابها كتير قوي. وانا تحت امرك. هاخد نص مليون. نص مليون جنيه؟ دولار. بس ده كتير جدا. مش كتير على بنتك. وبعدين كفايه ان مفيش حد هياخد خبر بالموضوع ده. اصلا انا مش من نوعيه المحامين اللي بيحبوا التشهير والبلبله، والا ما كنتش جيت لي. ودي لوحدها ليها تمن. بس انت عارفه دول يبقوا كام بالمصري؟ عارفه، بس انا لسه مكملتش كلامي.
بعد النطق بالبراءة هتحول لي 50,000 دولار على حسابي، وبقيت أتعابي هدخل بيها شريكة معك في القرية السياحية الجديدة اللي انت هتعملها، وطبعا هكون مسؤولة عن كل الإجراءات القانونية الخاصة بالمشروع. يعني هدخل بأتعابي شريكة ديل. مش لما أعرف أخد الأرض الأول. هو انت مش قلت انك هتزبط مع الوزير؟ ولا يكونش المبلغ اللي انت عرضته عليه طلع قليل بالنسبة له؟ الموضوع مش في المبلغ، سيابته طلع بتاع مصل ومبادئ وملوش في حركات تحت الترابيزة. طب وهتعمل ايه؟ انا مش هعمل حاجة، استاذ جمال هو اللي هيعمل. كلمة منه للوزير، توصية حلوة، واجراءات الارض كلها تخلص. والله دي حاجة بينك وبين جمال، بس انت اكيد ليكي طريقة في اقناعه، هو مش جوزك برضه؟ جوزي في البيت هنا شغل، ولو اني اعتقد ان لو انت زودت المبلغ اللي انت كنت ناوي تديه للوزير وديته لجمال، ساعتها اقدر اقولك ان الارض بقت بتاعتك. اهو ده الكلام. وطبعا انت هتبقي المسؤولة عن الاجراءات القانونية للمشروع وشريكة ليا ديل. مبروك مقدما براءة بنتك. خلاص يا حبيبتي هتقفل علينا باب واحد انا وانت. انت مش متخيل، انا مش مصدقه ده انا طلع عيني بسبب شغلك ده. معلش يا حبيبتي معلش. حلوتي بتعملي ايه؟ بتعملي ايه؟ بتشيك السوست. سوست ايه؟ بقولك يبقى الاوضه دي الاورنج عجبني جدا. ايه اورنج؟ انت عايزه، انت عايزه انا انام في اوضه اورنج؟ هيبقى موقفي ايه قدام اصحابي وباقي القيادات لما يجوا يشوفوا الاوضه اللي انا نايم فيها؟ قيادات؟ معلش هم ايه اللي هيدخلهم الاوضه علينا؟ باب حب الاستطلاع، بيطمنوا علي عادي. وبعدين اصحابي اللي بقولك عليهم دول بنات، كلهم بنات. بنات؟ بقولك يا رؤوف شكلها كده مفيش جوايز على فكره. معلش يا حبيبتي انا بهزر معاكي، انا يا حبيبتي ده انا نقلت من مباحث الاداب مخصوص عشانك. بجد يا اوفا؟ بجد يا عيون اوفا. بقولك بقى ما ينفعش نمد الاجازه دي من اسبوع لشهر؟ للأسف يا حبيبتي مش هيبقى فيه أجازة خالص، ولا أسبوع ولا حتى يوم. نعم يا حبيبي. إيه؟ أجازة دي مش هينفع تمدها، يعني أنا صبر عليك 3 سنين وفي الآخر تقولي ولا شهر عسل ولا أجازة حتى أسبوع؟ اللي أنت بتقوله ده أعمل لك إيه؟ مش أنت اللي أصريتي إن أنا أنقل من بحث الآداب؟ هاتها فيا بقى، أنا قلت لك سيبي الآداب لكن ما تسيبش أجازتك يا حبيبي. معلش يا حبيبتي معلش 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 يا صابرين صابرين. خلينا صابرين يا صابرين. بص بص يا رؤوف بتهزر؟ معلش يا حبيبتي معلش معلش. ايه عجبتكم الاوضه؟ مش كده صابرين الاورنج؟ حلوه مقرنجه حلوه. طيب انا مضطره ان انا امشي دلوقتي، عندي مشوار. اختاروا كل اللي انتوا عايزينه وانا هعمل لكم خصم على التوتل. شكرا جدا. شكرا. على ايه؟ بعد اذنكم. اتفضلي يا فندم اتفضلي. ثانيه احنا نجرب كده. اجرب ايه؟ الو. نصبته الستيج؟ عملته تيست للسماعات؟ طب بقول لك انا مش عايزه اي مفاجآت والنبي، ها؟ وعايزه الحفله دي تخلص على خير. يلا سلام. عارف يا بابا ان حضرتك اكيد زعلان مني عشان ما قدرتش اجي عيد ميلادك امبارح، بس والله كان عندي شغل في المستشفى طول اليوم. ولا يهمك، انا نفسي ما كنتش فاكر ان عيد ميلادي امبارح اصلا. طب قول لي بقى ايه الموضوع المهم اللي حضرتك كنت عايزني فيه؟ عايز اعرف ايه السبب اللي ممكن يوصل شخص للانتحار. اسباب كتير، ممكن يكون اكتئاب او صدمه او احباط مثلا، بس ده بيتوقف على الحاله نفسها والظروف اللي مرت بيها والعيشه اللي كانت عايشاها. طب لو انا قلت لك ان الحاله دي شخصيه يعني مشهوره وفنانه وعندها فلوس كتير والناس بتحبها،
أنا ما أقدرش أحكم يا بابا على حالة من المعلومات البسيطة اللي حضرتك بتقولها دي، لازم أقعد مع الحالة وأفهم كل تفاصيلها. لا ما أنت مش هتقدر تقعد مع الحالة لأن الحالة زمانها اتحللت. مش فاهم. اسمع عماد، أنا عايز أوصل لدكتور نفساني. خير يا بابا؟ وحضرتك عيان، أنا ممكن أعالجك، أنا دكتور على فكرة. أنت هتعرفني بنفسك؟ ما أنا عارف إنك أنت دكتور. أنا عايز أوصل للدكتور النفساني اللي كان بيعالج مريم رياض. الموضوع ده مهم جدا بالنسبة لي. مريم رياض الممثلة؟ طب ما تفهمني إيه الموضوع بابا؟ هبقى أفهمك بعدين. المهم هتعرف توصلني للدكتور ده؟ خلاص حضرتك قول لي اسمه وأنا أجيب لك عنوانه على طول. اسمه ميم ميم. ايه ميم ميم؟ استاذ هلال انا جبت لحضرتك انا اسفه ان جيت في وقت مش مناسب. تعالي تعالي يا نهى، مفيش حد غريب، ده الدكتور عماد ابني. اهلا وسهلا. اهلا بيك. طلعت لبنان ايه دي يا نوجه؟ انت فايقه ورايقه. الكرسي ده كل ما عدله مفيش فايده فيه، وانا اصلا فايقه اتورب يمين ولا شمال. ايه يا بنتي، هو انت ما بتزهقيش؟ فكي شويه. شو بكي؟ ما بيني شي، اما نشوف اخرتها معاكي. معلش اجليها شويه لحد ما الولاد يخلصوا الامتحانات بتاعتهم. ماشي. صباح الخير. صباح النور. ازيك يا نجلة؟ ازيك انت يا جيمي؟ ازيك يا جيمي، رايح فين؟ لا ما فيش يا حبيبتي، عندي ميعاد مع صفوت. طب ما تنساش العموله بتاعتي لما الموضوع يمشي. ها امال حبيبتي عينيا. تسلم عيني. يلا باي باي. باي باي يا نجلة. مامي كنت عايزه اتكلم معاكي شويه. طبعا اذنك انا يا حبيبتي. بقى انت جاي في ايه وماشيه في ايه يا نوجه؟ معلش عندي شويه حسابات في المعرض كده لازم اخلصها. باي يا حبيبتي. باي. نعم يا ست منى، عايزه ايه؟ مامي انا زهقت من الطريقه اللي بتعمليني بيها، انا ما عملتش اي حاجه لكل ده. نعم ما عملتيش؟ والعيل الفاسل اللي انت تعرفيه وبتكلموا بعض على فيسبوك وهريم بعض حب ده يبقى اسمه ايه؟ ما عملتيش؟ مامي على فكره هو انا اللي جيت حكيت لك على كل حاجه واديت لك باسورد الاكونت بتاعي، فانا لو بعمل اي حاجه غلط اكيد كنت خبيت عليكي. يا سلام، ولما ام زي تعرف اللي بنتها بتعمله المفروض عليا اني اعمل ايه يعني؟ ها اعمل ايه؟ ابعت اجيب مأذون واتنين شهود ولا ابقى شجره وانتوا اتنين ليمون؟ احمدي ربنا ان انا اكتفيت اني امنعك من مروح النادي، لكن قسما عظما يا منى يا بنت جمال لو الموضوع ده اتكرر تاني هيكون ليا تصرف معاكي انت نفسك مش هتستحملي. يا مامي انا كنت حابه احكي لك كل حاجه بصراحه ونتعامل كاننا اتنين صحاب، بس انت اللي بتخيلي ان انا حكيت لك اي حاجه. تسمعي ايه اللي تأدب؟ وبعدين هاتي الزفت ده، انت محرومه منه، اعدلي عليه ليل ونهار، فضلي روحي انفعي نفسك بكلمتين، ذاكري بدل ما تبقي فاشله زي اخوكي الفاشل. امشي. أدب. انا خلاص زهقت من معامله مامي بابي ليا، مش لاقي اي حد اتكلم معاه، حاساك ان انا عايشه لوحدي. امال انا رحت فين يا منى؟ ولا انت بتتكلمي مع حد تاني؟ مش فاهم. يا هلو انت جيت؟ لا لسه ما جيتش. طب لما تيجي قول لي بقى، واقف الباب وراك. ماشي. انت كويس؟ تمام. ايه يا منى؟ ايه ده؟ قفلت ليه دي؟
السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.